مثلا الشباكيه، واخا. انا عطي لاباس الشباكيه حيت شفت كيف يحيروا شحال الخل شحال ديال النفا شحال شحال. مثلا ناخذ نص كيلو الطحين نديرو فيه مليحه. السيده اللي كتبغي الزيت بلديه وروميه وبلديه وزبده دير كاس العنبه مخلط شويه زيت بلديه زيت روميه زبده. السيده اللي ما عندهاش اهميه في هذا الشيء كنديروا كاس زبده دايب العنبه. كنديروا كاس جنجر مطحون. معلقه كبيره الخل، صفر بيضه، جوج معالق كبار ديال الزهر، ربع خماره، وتسد السيده قد الحمصه تسلوبين يدها شي الحمصه اللي كناكلوها من المزرعه. قد هكاك خميره تذوبها في شويه الماء. ومعلقه صغيره النافع ومعلقه صغيره القرفه. واخا. والسيده اللي ما كيعجبها لا قرفه لا نافع راه ماشي مشروط. وهاد كاس الجنجله اللي مطحون تقدر السيده تعوضو باللوز. يعني اللوز خضر ماشي محمر. ماشي محمر. واخا. والسيده اللي كدير ربع السيده اللي سمعوا اللي كدير ربع كاس الخل ونص كاس راه خطا. يعني معلقه الخل. ومين تجمع تكورها ديرها خبزه صغار وتطلقها وديرها بحال لاباط فويتي تبقى طويله على ثلاثه جمرات ولا ثلاثه. وتجمعها في واحد البواطه وتخليها في الثلاجه نص ساعه. حيت كتكون عجينه قاصحه. هي ضروري قاصحه لما تسقطها تجيك مرمله اللي كتبغيها معلكه. قلنا نص كيلو ديال الطحين مليحه كاس زبده معلقه وحده ديال الخل جوج معالق الزهر صفر بيضه في نص كيلو. هذه يعني ستوندر واخا تغير المقادير الاخرين لوز ولا جنجله ولا نافع يعني هذا هو لا باز. ايه هذه القاعده الاساسيه بالنسبه لعجينه الشباكيه. نعم هذا هو لا باز. العجينه قاصحه تطلق وتطوى بات فيتي مثلا ثلاث مرات ودار في بواطه في الثلاجه والبواطه تكون كتسد مزيان وتطلق. علاش كنطوها وكنديروها عجين موراق؟ ملي كتقليها في الزيت كتجعب. ملي كتعدي الشباكيه كتعدي العسل كيخرج منها كيطرطق. ايه واخا فهمتي. والسيدات اللي كيصابوا الشباكيه للبيع ديما ينقصوا واحد الكره مثلا قد البيضه من هاد الشباكيه الاولى في حدا بعجينه الشباكيه اليوم نقصوا عجينه ونديروها في الثلاجه الغد نخلطوا بها المقادير ما نديروا حتى نوع الخميره يغيب هذيك نبقاو نعجنوا الشباكيه بحال هذيك كيعجنوا 4 كيلو يوميا 5 10 السيدات اللي كيبيعوا اللي كيتصنتوا لينا ينقصوا غير كويره غادي يعجنوا بها كل شباكيه اليوم عاود عجنوا ينقصوا كويره غادي يعجنوا بها الشباكيه ويحيدوا الخماير يعني بلا ما يديروا الخميره. لا صافي هذيك غتخمر ليهم ويعني والشباكيه خاصها ضروري تيبس. الا ما نمساش عرفي السيده الخطا في المقادير. ومين تكون تقلي الزيت ما يكونش خلي السيده حتى يولي طلق الدخان. ومين يقليو القليه الاولى نحيدوا المقله من فوق العافيه تتبرد شويه عاد نطرحوا الطرحه الثانيه. عاد نديرو كميه اخرى ديال الشباكيه. نقول لك علاش حيت اذا كدير المقله كتحيد الطرحه الاولى ملي كتربي الشباكيه الثانيه هي فوق البوطه هي كتشوط كتحمر كتبقى من داخل خضره معجنه. فعلا اييه. كاع طفي البوطه وتخليها تبرد شويه عاد طرحها بلا بوطه وتشعل العافيه. راه كتبقى كتغلي في طاعم بالزيت. اييه. ومين ديرها في العسل دير هذيك الكميه كلها في عسل واحد. دير مثلا العسل وتصفي وتخليها تبات في الكسكاس تسقطر والغد تشد كميه العسل. ودير فيها واحد الدقيقه ديال المسكه حره وشويه الزهر وشويه ديال اختي الناباج وهذا والجليكوز اختياري اللي بغات. وتشد هذيك الشباكيه كلها تعاود تشد هذاك العسل حيت النهار الاول قلينا تحيد لنا الزيت والريحه ديال القلي. النهار الثاني باش يبقى داك اللوغو ديال العسل. من السما بين المسكه الحره والعسل السيدات اللي بغات تصاوب ما تقولش الضغط دابا ولا على الخلاط والكوكوط لا ديروا في الطنجره بلا سدان. مثلا جوج كيلو ديال السكر دير يطرة الماء ما تزيد ما تنقص والعافية مهيلة وتقطع فيه جوج حامضات ودير فيه ربعة الليمونات اللي كناكلو مقطعين دوار بلا لا فاطمة كدير قلب السكر ولا السكر العادي بالنسبة للاقتراح ديالك اللي بغات اللي بغات السكر كالقلب واخا هو لوكو في الحامض وفي الليمون تقطع ربعة الليمونات ولا خمسة دوائر رقاق وتعصر كاس الليمون صفي ديرو فهاد ما دير لا قرفة لا زعتر دابا كنسمع بزاف ديال العشوف العسل لا ومي تخليه يدير هذاك الليمون ولا يعسل ويعطي اللون وينسم في نفس الوقت. والله العظيم تحلفي تقولي راه ديال الحكاك ديال الغالي اللي كيتباع. الليمون معصر الليمون دواور الحامض دواور حتى حاجه ما دير فيه وتجمعوا في اناء ولاني باش غتعرفوا طاب العسل حيت ما غيعرفوش تلقى الليمونه هذاك الدوائر الليمون الحامض يبسو صافي ولاو كاراميليزي. ايه واخا يعني مفهوم. ايه مفهوم. صافي طفي عليه تخلي يبات ليله يبرد ومن بعد جمعو في القراعي. ايه نحتفظو به هكا. اه
وبالنسبة شي نصائح باش يعني نحتفظوا بالشباكية مثلا في العلاب الطريقة الشباكية غادي تصفي ديري ميكاس قطعة في بواطة وتصفي طبقة ديال الشباكية وتغطي بالبلاستيكة ولا بالكاريت هذاك اللي ما كيخسرش وطبقة بطبقة والكونجيلاتور تجلس لها عامين الشباكية فعلا والسيدات اللي ما تاقوش في هادشي اللي كنقول يجيو حتى لعندي ويشوفوا الشباكية في الكونجيلاتور اييه فعلا عندك الحق كتبقى شادة ودابا بحال دابا اليوم انا تسيدها في الصباح 10 و11 كتهز الميكا ولا الكارات تحطها فوق البوطاجي وتسد البواطا السير تصدها في الكونجيلاتور اييه تصدها هي ما كتلصقش ما كتحجرش ما كيوصل المغرب كتلقاه يتعلكت وشوفي الشباكية اللي كتبقى في الكونجيلاتور كتعلك حسن مني كتبقى خارج كترمل وكتنشف من العسل وما كتنشفش ولا داك الطريقه ديال القلي وديال السقيان في العسل ما كتنشفش كتبقى معسله هي اختي كتبقى زوينه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الله فاطمه صفوف صفوف واخا هي تفضلي مثلا السيده كدير كيلو ديال الطحين كتمشي تحمر ما كيبقاش كيلو كتبقى دير العبار ديال كيلو لا مين تحمر تعبروا حنا ناخذ كيلو محمر دابا الناس ديما كيغلطوا كيمشيو يدفعوا للفران وكيطيب نصو كيمشيو نصو فهمتيني يعني كيتغلبلوا الكواري كيرميو مول الفران وبزاف الحوايج المهم تعبروا كيلو هذاك الكيلو تحيد زلافه منه طحين وديرو مسمد صافي تصيفطو للفران وتقبط مثلا في الكيلو السيده اللي عندها الامكانيه دير كيلو نص كيلو جنجده اللي ما عندهاش راه كتمشي حتى نص كيلو نص كيلو هذا لا باز كيلو اما نص كيلو اما نص كيلو اما كيلو اما كيلو لوز ولا جنجلان مفهوم وفي هذا الكيلو ديما كنديروا نص كاس العنبه نافع مغربل ونص كاس القرفه مغربلين ماشي نعبرهم صحاح نطحنوهم معلقه كبيره المسكه حره تركز سيدي على المسكه هي اللي كتزين ضروري الملحه وناخذ داك الجنجر نقسمه على ثلاثه الكميات واللوز نقسمه على اربعه الكميات والقشور ما يتلوحوش هما غيتقلاو في الفران وغادي يطحنوا ويداروا في الصفوف ما كيترماوش كناخذ اختي كميه الجنجلان محمره كنديرها صحيحه وكميه كنطحنوها مع الطحين شويه كتولي باط عجين ديال الجنجلان وكميه كنديروا كاس ديال السكر في الكاسرونه حتى كيولي كراميل ونديروا عليه داك الكميه الجنجلان ونحركوا هكا بالمغرفه ديال الخشب ونكبوه فوق الكاريت مدهون بالزيت ومن بعد نهرسوه بالكاس ونطحنوه في الطحانه ونرميو يتطحن مزيان يولي بحال لي غران رقاق بحال شكل سنيده ونخلطوه والكميه اللوز كميه نخليوها بالقشور محمره ونطحنوها باط مع سنيده كراميل بحال اللي قلت الجنجلان مفهوم وكميه نسلقوها ونقليوها صحيحه وكميه اللي مسلوقه حنا قلنا اربعه نقليوها ونهرمشوها غليظه وكميه نديروها في العسل اييه كراميل ونطحنوها نخلطوهم ونشدوا هادشي ندعكو بيدينا ندلكو بحال واحد الساعه ولا ساعه ونص اذا كدك اولا كيتجانسوا العناصر ثانيا كيطلق لي دم وكنقص علينا مثلا الزبده وكنجمعوا في ميكا وكنديروا في الطلفي الفيلطاج وكنديروا في الكونجيلاتور حيت هي ضروري غتصابوا سيمانه قبل رمضان ولا جوج النهار اللي غتحتاجوا غتجبدوا في العشيه مثلا وتحطوا غير بواطه على القدر السيدات شحال في الدار غياكلوه غتجبد ديال السيمانه وتحطه في اناء وتشد الزبده بوماده ماشي دايبه والزبده اللي كناكل ممتازه وتزف معلقه وتخوي فوق هذاك الصوف ودلك بيديها لا زيت لا عسل لا والو غير الزبده ومثلا السكر كلاصي تنقص دير غير واحد جوج كيسان السكر كلاصي في الكيلو حيت هذاك الشيء حلو الاخر اللوز والجنجبان ونبقاو ندلكو على سيلا لوكو دابا لاحظي ملي كناكل الزبده دايبه ماشي هي الزبده ملي كنغمسو فيها صحيحه راه كيكون عنده واحد لوكو خاص بالزبده العاديه صافي سيده دلكو وتحطوا اختي في البواطه طريقه باش تقدموا يعني راه بزاف كاين اشكال كثيره صراحه هي اختي تحطوا في المراشم ولا تعمروا في السيليكون ماشي غير ديك العصره اللي كنعصروا بها الليمون الغطايه اييه نعمر بديك التقبه راه كيجي مشرط وزوين وكيجي بحال بعويده واقف اييه وترش عليه شويه السكر كلاصي اختي تقطع لاباط داموند بيضاء مثلا ولا لاباط السكر اللي بغات في المارو ولا في البيض وتغطي لي داك الوجه ديالو بحال الصابلي ودير وريده الفوق والوريده تغرس فيها لوزه ولا دير فيها العقيقات يعني ولا الشوكولات دايب وتخشي في السيليكون يعني عطا الله كاين اشكال كثيره لتقديم السلو ولا السفوف تقطعي الوراقي طوال وتخطط ودير بكلاصي وتحيد الكواطي يبقى مخطط يعني عطا الله ما دير